شكرا جزيلا دكتور عبد الله على والتزام بالوقت وهذا الحديث الجميل، شكرا جزيلا. الآن جاء دور مبتدئي النقاش، وأطلب من كل منهم أن يلتزم في حدود 5 دقائق، لأن الزمن المخصص للنقاش عبارة عن 45 دقيقة. فإذا كان عندنا 3 مبتدئين للنقاش معناه هذه ربع ساعة، معناه نصف ساعة، وهذه ليست بكثيرة على الحضور. فيبتدي بالدكتور حبيب الله علي إبراهيم، وهو سيعقب على ورقة الدكتور عبد العليم. وأنا قدمت الدكتور حبيب الله، أستاذ مشارك في الأدب العربي والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة بن درمان الإسلامية، له أبحاث علمية منشورة في مجلات محكمة في داخل السودان وخارجه، فليتقدم إلى المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا 5 دقائق قليلة خالص أنا برا يا دكتور. في البداية اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي الغامرة بابتداء النقاش في الورقة التي بين أيدينا، وهي بعنوان التجنيس والسرد المفهوم والأبعاد. وهذه الورقة عمل علمي طيب، وقد بذل فيها الأخ الباحث الدكتور عبد العليم جهدا كبيرا ومقدرا، لكن هذا النقاش الذي سأشير إليه ليس هو من باب الانتقاص من هذه الورقة، ولكن دفعا بها إلى الأمام وإكمالا وسدا لبعض الثغرات التي قد تكون قد جاءت عن طريق السهو أو عن طريق الضغط النفسي الذي فيه الباحث وهو يعد ورقة لتقدم في زمن ضيق أو في حدود صفحات محدودة. وأول ما أبدأ به هو العنوان، فالورقة جاءت بعنوان التجنيس والسرد المفهوم والأبعاد. هذه الورقة محددة ومقيمة ومحددة ومقيدة، فهو قد غيدها بالمفهوم والأبعاد، لأن هذا الموضوع وإن شئنا هذين الموضوعين كبيرين اللي هو التجنيس والسرد. والذي أيضا لمسته من خلال قراءتي أو قراءاتي لهذه الورقة أن دكتور عبد العليم قد وفق إلى اختيار عنوان دقيق، وكما نعلم أن الدرس النقدي في المرحلة الأخيرة بدأ يتجه إلى العنوان، فالعنوان له رمزيته وله إيحاءاته وله أشياء كثيرة جدا، وبالتالي العنوان دقيق كما ذكرته وموجز، وفي هذا توفيق. وكذلك فيما يختص بمضمون الورقة فقد جاء متسقا ومنسجما مع العنوان، فلا حشوة ولا تطويلة، فلم تند فقرات ولا حتى عبارات، وهذا يحسب للباحث. وكما ذكرت هذا توفيق في الاختيار وفي المعالجة، معالجة قضايا هذه القضية. كذلك لاحظت وأنا أقرأ هذه الورقة أن الدكتور قد كانت شخصيته بارزة وواضحة وضوحا جليا، وبدأ لي ذلك من خلال مساءلته وحواراته للنقاد، ثم الخلوص إلى رأي يخصه هو، وهذا ما نفتقده في كثير من الدراسات التي تقدم في هذه الأيام. فهنا نجد آراء أو نقولا فقط في الكثير الغالب. أيضا هذه الدراسة اتسمت بالعمق واتسمت بالوعي الكامل وترتيب النتائج عن المقدمات، فهنالك تسلسل منطقي جدا أردت أن أنوه به. لكني لاحظت أن الدكتور عبد العليم قد ركز تركيزا مكثفا على المنجز الغربي، فكأنما القضية هي محصورة في الغرب فقط،
ولكن أنا أعلم أن نقادا كبارا لهم إسهامات في هذه القضية من أمثال الدكتور مصطفى ناصف والدكتور عز الدين إسماعيل وأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب والدكتور عبد الله إبراهيم الأستاذ الكبير في السرديات. وددت لو أن الدكتور عبد العليم استأنس بآراء هؤلاء، فلهم إضافات ولهم أشياء كثيرة جدا وغيرهم كثيرون طبعا، ولكن حتى تكتمل الرؤية لنرى ما قاله الغربيون وما قاله النقاد العرب، فهنا نكون قد نظرنا إلى القضية من زاوية واحدة. نعم الدكتور عبد العليم عرض لبعض النقاد ولكنهم قليلين جدا، دكتور عبد الملك مرطاد وهو أستاذ كبير له كتب في نظرية البلاغة ونظرية النقد ونظرية نعم الرواية، ولكن هذا لا يكفي، وكذلك الدكتور عبد الفتاح كليرتو. والدكتور يقصد أم لم يقصد انحصر في المغرب العربي ولم يعرج إلى المشرق، وكما ذكرت النقاد الذين عرضت لأسمائهم وهم كثر من الدكتور أستاذ الدكتور بشير عباس وغيرهم، هؤلاء كلهم لهم إسهامات سواء عن طريق الترجمة أو التأليف أو الاقتباس أو النقد، فوددت لو أن أسماءهم وردت هنا. أيضا هذه القضية التي نحن بصدد النقاش فيها إن شاء الله الأجناس الأدبية والسرد، هذه القضية ينبغي أن ننظر إليها في إطار المصطلحية الأدبية والنقدية. فأنت إذا قرأت هذه الورقة تجد آراء كثيرة جدا لا حصر لها، ولكن لا جامع في الغالب يجمع بينها، وهذا يدخل في إطار فوضى المصطلح والاضطراب الذي نعيشه الآن. فالمصطلح سواء كان في الغرب أم كان في الشرق يعيش في فوضى، فلكل منطقة مصطلحاتها ولكل، فإذا النقاد ينتظرهم الكثير من الجهد لتوحيد المصطلح، وإشكالية المصطلح غير فيها الكثير طبعا. كذلك وددت لو أن الدكتور جاء ببعض النماذج لهذه الأجناس حتى يستطيع القارئ أن يقف، وطبعا هذه عبارة عن إشارات، كان يمكن تكون هناك بعض الإشارات، فبالتالي غلب على البحث الطابع التجريدي، ولعل الدكتور كان يعني مشغلا بمزالة الوقت. ولكن أيضا مما يحمد للدكتور أنه عالج هذه القضية في إطار المعرفة الإنسانية ككل، لأن النقد اليوم لم يعد منعزلا ولم يعد نقدا لغويا ولا نقدا بلاغيا جامدا، وإنما تدخل أشياء كثيرة، ونحن الآن بما يسمى بالنقد الثقافي. هذه القضية قضية الإناث الأدبية الدكتور عرض فيها إلى بعض الانتقادات التي وجهت لها، وحاول الدكتور أن يستبدل مزألة الإناث دي بالسرد الصيغة السردية، وهذا جميل. وكذلك حدثنا عن مزألة النص الكتابة والتناص ومزألة بروز المفهوم الأدبية، وكيف أن الآن الناس منشغلون بمسألة التلقي، وكيف أن القارئ أصبح يلعب دورا كبيرا، وهذا ما يقوله بعض الذين يقولون بموت المؤلف وانتقال المعنى من بطن الشاعر إلى بطن الناقد. ويحمد أيضا للباحث أن أرجع القضية إلى جذورها من منذ عهد أرسطو، والذي استطيع أن أقوله أن هذه القضية قضية كبيرة وتنتظر مزيدا من الدرس النقدي، وكانت لي في الحقيقة ملاحظات كثيرة أردت أن أقولها، ولكن الوقت يحاصرني وحددت لي 5 دقائق، وأنا أرى أنها ليست بكافية لأنه الزمن، ولكن نحن نحترم النظام الذي يعمل به. وأخيرا أدعو للأخ الدكتور عبد العليم بالتوفيق في مقبل دراسات النقدية القادمة، فهو إن شاء الله رجل يمتلك أدوات النقد وله القدرة على البحث. وفي الحقيقة فيما تبقى لي من ثوان، أنا سعيد أيضا بأن سمعت أو استمعت إلى ورقتي الدكتور نبيل والدكتور الأستاذ الكبير الدكتور عبد الله إبراهيم، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا الدكتور حبيب الله.
الآن التعقيب على ورقة الأستاذ نبيل سارة دكتورة سارة حسن البيلي. هي أستاذة للأدب الفرنسي بكلية الآداب جامعة الخرطوم، ومهتمة بالأدب عموما وبالأدب المقارن وأدب الطيف صالح، فضلا عن أنها رئيسة قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب. خمس دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا السادة والسيدات. يسعدني كثيرا أن أكون جزء من هذه المنصة لمناقشة هذه الورقة الهامة حول منصات السرد في التراث العربي. وفي الحديث عن الورقة لا يسعني إلا أن أحيي في البداية الأستاذ نبيل سليمان لعلمه الوافر الذي برز في هذه الورقة، وللطريقة الجميلة التي قام بها بالالتزام بالوقت وتقديم مجمل الأحداث، مجمل ما تعرض إليه في الورقة في الوقت المحدد. العنوان أشار للمنصات للتراث العربي السردي كمنصات ينطلق منها الخيال وتنطلق منها القصة والحكاية في الروايات التي تناولها، واحتفظ في كل حال بالتسلسل في تطرقه للمفهوم التجنيس ولمفهوم الرواية، وكذلك في حديثه عن اللغة التي استخدمت أو حذى فيها الكتاب حذو اللغة المستخدمة في لغات التراث السردي القديم، وتحدث كذلك عن الوشاح الصوفي الذي نجده في بعض الروايات الأخرى التي تطرق إليها. ولكن لي سؤال للكاتب. الكاتب تحدث، الأستاذ نبيل سليمان تحدث عن رواية سمر الليالي، وقال أنه فيها حاول أن يأخذ العنوان الأصلي لألف ليلة وليلة، أسمار الليالي، ونجد في كتابه أو في روايته أنه بعيد كل البعد عن طريقة ألف ليلة وليلة في الكتابة، فدفعني ذلك لسؤاله عن شهرزاد المعاصرة، وعن كذلك كتاب الاحتفاء الذي يقدم فيه مرثيات، والتي تناول فيها عنوان يشبه الكتاب لفهرس ابن النديم، وكذلك تناول شهرزاد البطلة في روايات ألف ليلة وليلة، ولكنه من وجهة نظري لم يتناول الأسلوب أو الطريقة التي اتبعت في كتابة هذه الروايات، فأود أن أسأله عن العلاقة، هل تعدت العنوان أم هناك علاقة أبعد من ذلك؟ عدا ذلك أنا سعيدة جدا بمشاركتي وبوجودي هنا، وأرجو أن أبتدر. شكرا جزيلا، قد وفرت لنا بعض الوقت. نشكر الدكتورة سارة. نحن سعداء ونتشرف.